ممكن بشهر ماي أو مايو أو أيار لعام 2018 وصلكم كتير إيميلات من خدمات إلكترونية بتستعملوها بتعلمكم فيها بتغيير سياسة الخصوصية. كانت هاي الموجة من الإيميلات بتتزامن مع دخول اللائحة العامة لحماية البيانات أو الجي دي بي آر، حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي. اللائحة العامة للبيانات هي قانون ينطبق في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي، وهو أجبر كتير من الشركات في العالم إنها تغير سياسات الخصوصية الخاصة فيها لتتجنب عقوبات مالية طائلة. التغيرات اللي أدخلتها اللائحة العامة لحماية البيانات أو الجي دي بي آر على قوانين حماية البيانات السابقة بنقدر نلخصها في عدة نقاط. النقطة الأولى هي الوصول الجغرافي للقانون. اليوم بحسب هذا القانون أي شركة في العالم بتعالج معطيات مواطنين أوروبيين وبتتحاسب ضمن هذا القانون. النقطة الثانية وهي تعريف البيانات الشخصية. الجي دي بي آر وسع تعريف البيانات الشخصية لتشمل كل الأنواع البيانات الشخصية اللي لها علاقة باستعمال الإنترنت أو الاستعمال لحياتنا اللي أونلاين. النقطة الثالثة بنقدر نحكي عنها هون وهي الحصول على الموافقة في جمع بيانات معينة أو معالجتها. لازم يصير عن طريق إعطاء المستخدم معلومات كافية ليعمل هو قرار بناء على معرفة. بالإضافة لهيك الجي دي بي آر حدد فترة زمنية معينة لكل شركة، مجرد ما عرفت هاي الشركة إنه هي تعرضت للاختراق أو هاي الجهة تعرضت للاختراق، وبالتالي بيانات أشخاص معينين صاروا كمان هم ضمن البيانات اللي تعرضت للاختراق، عندها 72 ساعة مشان تعلم بحصول هذا الاختراق. الجهات اللي بتجمع البيانات وبتعالجها مضطرة إنها تستثمر بوجود موظفين مختصين بكل عملية الحفاظ على تطبيق المبادئ للقانون، بوجود توثيق لكيف هي عم بتعالج البيانات وبأي وقت ممكن تتعرض للمحاسبة. بالإضافة لهيك الجي دي بي آر حط قواعد أوضح بموضوع حوكمة إدارة البيانات، فبالتالي صارت الشركات مطالبة إنها بمحلات معينة حسب قد هي عم بتعالج بيانات إنها يكون عندها شخص معين مسؤول عن معالجة حماية البيانات، لأنه كل هاي الحوكمة وكل هاي القواعد في حال خرقها فالشركة ممكن تدفع في حالة العقوبة القصوى 20 مليون يورو أو 4% من الناتج الإجمالي لشركة معينة في السنة، أيهما أكثر؟ لو فكرنا شو تأثير اللائحة العامة لحماية البيانات أو الجي دي بي آر على منطقتنا، سعي كثير من الحكومات في المنطقة لتقديم إطار قانوني لحماية البيانات بعد وجود الجي دي بي آر من أجل أنها تحافظ على استثمارات أو الشركات الأوروبية داخل المنطقة. مثلا نقدر هون نذكر مثال أنه دول زي الجزائر والمغرب وتونس فيها خدمات تقديم خدمات مراكز الاتصال لخدمة العملاء لدول الناطقة باللغة الفرنسية في الاتحاد الأوروبي، فهاي الدول سارعت وقت دخول الجي دي بي آر لحيز تنفيذ لأنها تقدم قوانين. الجزائر قامت أساساً بإقرار قانون، المغرب قالت إنها عم تشتغل على قانون، ونفس الطريقة تونس لتطابق القوانين المحلية مع اللائحة العامة لحماية البيانات. بنفس الوقت قطر والبحرين مثلاً عملت قوانين بال 2016 و 2018، السعودية والإمارات والأردن ومصر قالت إنها عم تشتغل على قوانين لحماية البيانات. رح نلاحظ إنه النقاش حول قوانين حماية البيانات في منطقتنا هو مبني أكثر على فكرة جذب الاستثمارات الأجنبية وإعطاء ضمانات كافية للشركات العالمية إنه نحن عنا إطار قانوني بيحفظ البيانات، وأقل تركيزاً على حماية البيانات للمواطنين الموجودين في هاي المنطقة. فمعظم معظم الدول عم تحكي عن القانون بصفته وسيلة لجذب الاستثمارات خصوصاً في قطاع الخدمات وقطاع الاتصالات وقطاع تكنولوجيا المعلومات. النقاش الثاني اللي بلاقيه مثير للاهتمام هو نقاش في تونس، لأنه وقت اللي تقدم قانون حماية البيانات اللي هو لم يقع إقراره إلى الآن كان النقاش متركز على فكرة أنه هل هذا القانون بيقدم ضمانات كافية للتفريق ما بين البيانات التي يجب حمايتها ضمن قانون حماية البيانات اللي هي معطيات شخصية لأشخاص تحمي حقهم في الخصوصية، وما بين البيانات التي تعتبر ضمن معلومات يحق النفاذ إليها في قانون النفاذ للمعلومة من أجل تحقيق الصالح العام والمحاسبة. وهذا نقاش صار في دول تانية في العالم عن أنه قوانين حماية البيانات مش لازم تحد
بعيد من قدرة المواطنين من نفاذ للمعلومة لما تكون هاي المعلومات عم تتعلق بقضايا تهم الصالح العام.